السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سامسة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة نظام لينكس في الحلقة 53 بعض المفاهيم الجديدة الخاصة في فايل أونرشيب أو ملكية الملف. الأوامر التي سوف نتعلمها في الحلقة 53 أو في الحلقة الحالية هي الأوامر المتعلقة في المجردات التي قمنا بإنشائها في الحلقة السابقة الحلقة 52، أي هذه الحلقة مرتبطة في الحلقة السابقة. الآن قبل أن نبدأ أحب أن أبدأ في مقدمة تقول: العلم لا يقدر بثمن أو العلم لا يقاس في المال. لا يعني بأن تقديم العلم والمساعدة بأن أنك لا تأخذ حقك وحق تعبك. تذكر المال يعبر عن الخدمة التي قمت بتقديمها، وقيمة المساعدة تكمن في الاستفادة والكلام الجميل. وذكر صاحب من قام بتقديم المساعدة إليك في المجال. الآن كما تشاهدون أيضا في هذا الموقع Linux Professional أيضا مقولة جميلة: Education should never be a question of money. للترجمة الخاصة فيكم أن تقوم في ترجمتها سواء تستخدم جوجل أو Bing Translate. الآن كل درسنا سوف نذهب إلى File Ownership أو ملكية الملف. سوف ننتقل إلى الصفحة الثانية Next. هنا لدينا الـ Change Owner للـ User و Change Group للـ Group أو المجموعات. أولا سوف نذهب إلى الملف الذي قمنا في إنشائه أو المجلد الذي قمنا بإنشاء المجلدات في داخله. نحن قمنا بإنشاء في الديسكتوب الـ Private و الـ Public. الآن كل ما علينا نذهب إلى الـ Sudo لأن هذا أفضل لكي نقوم في تغيير الصلاحيات. نقوم في كتابة الباسورد. بعد الباسورد أصبحنا روت أيضا كما تشاهدون هنا. الآن نقوم في ذهب نيكس. نشأ هنا CD. بعد أن ذهبنا إلى الدايركتوري نقوم في عمل LD public area و LS public area أي هنا لإنشاء صلاحية الملف المجلد أقصد. وهنا الملف لنقوم في تطبيقها، ولكن في أمر السهل ls أبسط -l r أو نرى t r هل يصبح هكذا؟ لا أعتقد أنه خطأ. لنحاول نقوم في عمل public نشاهد الآن أيضا خطأ كما تشاهد. هنا أخذ الهايفن دي كما تشاهدون قمر بعرض الصلاحيات للمجلد. هنا الآن نقوم في عمل هايفن R. هنا كما تشاهدون أيضا صلاحيات الملف. الآن نذهب إلى الصفحة التالية نشاهد هنا لدينا Change Owner أو لتغيير صلاحية المصدر. هنا لدينا سرمت وسرمت، نستطيع أيضا بتغييرهم عن طريق الحلقات السابقة التي تعلمناهم Group Mode و User Mode. الآن لدينا Change Owner وثم Root وثم نقوم في كتابة اسم المجلد لنشاهد. الآن ls كما تشاهدون أصبح root sum. نقوم في عمل ls-l لجميع الملفات. الآن كما تشاهدون هنا فقط تم تغييره. وفائدة هذا الملف الأمر نستطيع من التحديد، ونستطيع أيضا من تغيير الجروب. أي الآن إن كنت في المستخدم العادي ليس لي صلاحية من تغيير الجروب. فقط لأريكم لنرى جميعا، وأنا أيضا أرى أول مرة. Exit نقوم بعمل ls -l r.
هنا كما تشاهدون الروت. هنا سوف أحاول أن أقوم في تغيير change owner. owner وال نقوم في تغيير مثلا ساعات و الآن كما تشاهدون لا يقوم في تطبيقه. الـ ownership ليس من صلاحيتنا. الآن سوف نقوم في تطبيق الـ 7 ساعات. هنا يعتبر الـ user الوسط وهنا الـ group المجموعة. نشاهد الآن كما تشاهدون أيضا لا يقوم بعمله. لماذا؟ ليس لنا صلاحية من التطبيق. نعود إلى السودو اسم وبعد كتابة الباسورد. هنا لأن نحن قمنا بكتابة الباسورد وانتقلنا إلى السودو مباشرة. وهنا السودو اسم مؤقتا لأن نحن في التيرمينال العادي. الآن نقوم في عمل كثير بعد أن تعلم من كل شيء. نقوم بكتابة change owner للتغيير وتغيير الروب owner root فاصلتين أو نقطتين root وبعدها اسم الملف pop. الآن كما تشاهدون الآن نستخدم الباك كما تشاهدون الصلاحية تروت. الآن كل ما لدينا ننتقل إلى الصفر. الآن هنا change owner أيضا لنقوم في تغيير change نقوم في تغييره إلى بين وثم طلب جاي directory لإسم الملف وثم في إسم الملف مباشرة. هنا قام باستخدام هذه الطريقة الاسم المجلد وثم اسم الملف لأن هنا استهدف الملف للتغيير سوف يكون على الملف. لنشاهد الآن ls-l public directory public file قامت بتحديد public file كما تشاهدون public file. الآن سوف نقوم بتطبيقه. للعلم أيضا نستطيع من الكتابة هنا ولكن أكثر أفضل هنا. أقوم بكتابة في الترمينال الحقيقي. الآن نستطيع من العمل change. أولا نشاهد ls-l-r-lib-pop. الآن كما تشاهدون لدينا هذا الملف وسمسر. وهنا نقوم بكتابة change on change owner ثم نقوم بكتابة بين نقوم بتحديد المجلد. هنا لم نقوم بتحديد الديسك الهوم والثرمستات والديسكتوب لأن نحن حاليا في الديسكتوب أي سلاش فقط والباب. الآن كما تشاهدون قمت بتطبيق لن نتأكد كما تشاهدون هنا نقوم بعمل ls الباب و الباب ايضاً فايل. الآن كما تشاهدون ايضاً فايل من الناتج هنا المصدر به من تحديد الملف كما تشاهدون root root port في داخله أيضا لين سنصر. الآن نقوم في عمل next. نقوم في نعمل view أو عرض لل privacy أو لمجلد privacy الذي قمنا بإنشائه وثم ls-l privacy نقوم بعرض الصلاحيات للغص في الملف كما تشاهدون. لنقوم الآن في عرض الصلاحيات.
ls hyphen ld نقوم بعمله i pri v. الآن كما تشاهدون هذه الصلاحيات. والآن أيضا نذهب إلى ال r. كما تشاهدون هذه الصلاحيات ال r أو ال b. الآن next لدينا ال hyphen r. ماذا تعمل hyphen r؟ سوف نأتيها. ls hyphen ld privacy هذا في إخراجهم، إخراج اسم المجلد والصلاح. الآن نقوم بتطبيقهم خطوة بخطوة. LD قمت بتطبيق PRIV العرض الصلاحيات. كما تشاهدون هذه الصلاحيات وأسماء المصدمة. وثم انتقل إلى الأمر الثاني LS-LApply لتحديد الأغلب. ونحن في الأغلب نقوم استخدام الهايفن ار. تعرض جميع الملفات ايضا ان شاء الله ابسط ابناء الملف. قام في تحديد. الان نذهب الى الامر الثالث وهو change group. نقوم في استبدال الجروب من دون هايفن ار كابا، ولكن استخدمنا هايفن ار كابا لنقل هذه الصلاحيات. كما تشاهدون صلاحيات المجلد تم نقلها الى صلاحيات القوس. الان كما تشاهدون الهايفن ار قام بنسخ الصلاحيات السابقة، نفس الصلاحيات، وقام بلصقها للصلاحيات الجديدة. كما تشاهدون يوزر ويوزر شاهد الفرق لتعلم الكلام. ونقوم الان في تطبيقه. الآن هنا الترمينال، هنا الترمينال نقوم في كتابة change group grp وثم hyphen، ونقوم في وضع مثلا user وثم apply. هنا فقط قامت بلصقه إلى المجلد direct شاتم apply. نحن أيضا قمنا في ذهاب إلى المجلد، هنا قامت بتطبيقه. الآن نذهب ls اول الجديد للمجلد. كما تشاهدون اليوزر اخذت نفس الصلاحيات السابقة، قامت بنسخ الصلاحيات وفقط من استبدال الاسم. وفي تطبيقها لكي تعلم الفرق. الان نذهب الى ls-lr. هنا كما تشاهدون ايضا اليوزر اخذ نفس الصلاحيات، وهذا هو الفرق. الان لا يوجد أي شيء لدينا أو النكس. الآن تعلمنا هذه في الحلقة، سوف نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله وهي 54، سوف تكون نهاية السلسلة إن شاء الله. والحلقة 55 هي حلقة الوداع، وأيضا في الآخر نتشارك معكم صورة تحفيزية توضح بداية تأسيس الشركات الكبرى. ومع السلامة.